ذهبت للعمرة وقبيل تأديتها نمت قليلا فقمت وأنا محتلم ونسيت أن أغتسل. إيش؟ فقمت وأنا محتلم ونسيت أن أغتسل واعتمرت، فلما عدت من مكة تذكرت أني لم أغتسل غسل الجنابة، فسألت أحد طلبة العلم فقال لا بأس عليك، فماذا أفعل علما بأنني قد اعتمرت بعدها عمرا كثيرة؟ هذا ليس بطالب علم اللي يقول لا بأس عليك، هذا ليس بطالب علم، حتى ليس من العوام اللي عندهم شيء من الفطنة، هذا والعياذ بالله يفتي بغير علم. أنت محرم، ما زلت محرم، عليك أنك ترجع وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، لكن ما دمت اعتمرت بعدها فالعمرة التي بعدها مضي فيها، تقوم مقامها، تحللت منها بالعمرة التي جاءت بعدها، وإلا لو لم تعتمر بعدها يلزمك أنك تذهب وتؤدي العمرة. نعم.